منظمة الصحة العالمية قامت بإجراء طارئ باعتماد نوعين من اللقاح برغم عدم التصديق عليهما لاستخدامهما في أفريقيا، خاصة لعدم مثلا حتى للحد من انتشار المرض بسرعة كبيرة جدا. يعني لحد الآن صحيح أكو لقاحات، بس اللقاحات يجب أن تتطور مع تطور السلالات. اللقاحات الحالية قد تكون لا تعمل على هذه السلالات الانتشار، ويبدو الخوف من انتشار البي 2 اللي هو مو اللي هو أكثر. مو هي تختلف مثل ما قال قبل شوي بحديثنا بأنه هناك في وسط أفريقيا وغرب أفريقيا هذه مسائل أخرى، وبالتأكيد السلالات تختلف. يعني أنت قبل شوي تحدثت لحد الآن إحنا كورونا قد نكون أهملناه كثيرا، ولكن لحد الآن الإحصائيات تقول بأنه أسبوعيا هناك 19,000 حالة وفاة جراء كورونا. وهناك سلالات متحورة كثيرة جدا، ولكن لأنه خف مسألة الأعداد الكبيرة من انتشار وحتى أعداد الوفيات الكبيرة صار الاهتمام بأقل، ولكن لا زال موجود.